أولاً، قم باختيار الولاية الخاصة بك، ومن ثم عليك بإدخال رقم التعريف الوطني مع إدخال كذلك رقم الضمان الاجتماعي. بعدها عليك بإدخال رقم الهاتف الخاص بك مع إعادة إدخال الرمز الموجود في الصورة. في الأخير اضغط على تأكيد البيانات من أجل تأكيد التسجيل. عليك الاتصال بالرقم الظاهر في الصورة مع فحص التسجيل. لقد تم التسجيل في برنامج عدل 3. يرجى النقر على الزر لتحميل الاستمارة.